طاهر زويتر المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية الأطر تخص الشباب ضحايا النقل التعسفي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. كيف ما كتشوفوا هذه الوقفة ديالنا اليوم هي وقفة نندد وبشدة واحد النقل التعسفي تعرضوا ليه مجموعة من الأطر تخصص الشباب اللي كانوا كيشتغلوا في النسخة السابقة لوزارة الشباب والرياضة والثقافة، ولكن مع الأسف في هذا النقل تمت مجموعة من الخروقات بحيث أنه 14 الإطار تخصص الشباب اللي خاصهم يشتغلوا في مؤسسات شبابية في دور الشباب في مراكز استقبال في المخيمات الصيفية إلى آخره، اللي أصلا هما خريجين معهد ملكي تكوين أطر الشباب والرياضة تخصص تنشيط سوسيو ثقافي تخصص الطفولة الصغرى، كنلقاوهم اليوم تم الإلقاء بهم بوزارة التربية الوطنية في واحد النقل تعسفي غير مفهوم. اليوم كنجيو وكنناشدوا السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد المهدي بن سعيد من أجل فتح قنوات التواصل مع التنسيقية هذه وإيجاد حلول ناجعة لحل هذا الملف. حنا اليوم ماشي ضد السيد وزير الشباب والرياضة، ماشي ضد النموذج التنموي الجديد، ماشي ضد الهيكلة الجديدة، ولكن حنا مع شي حاجة سميتها المنطق. اليوم مبدأ التخصص ينبغي تطبيقه في هذه البلاد هذه. سيدنا الملك نصره الله كيعطي استراتيجيات تيعطي مجموعة من الأمور، ولكن ملي كنجيو التنزيل ديالها كنلقاو مجموعة من الخروقات. فبالله عليك مجموعة من الأطر اللي هي أطر شابة اللي عندها واحد الباجاج أكاديمي خاصة كيف ما قلت تشتغل في دور الشباب في المراكز استقبال في المؤسسات الشبابية ديال وزارة الثقافة والتواصل والشباب، كنلقاهم اليوم تم الإلقاء بهم في وزارة التربية الوطنية. حاولنا أنه نتواصلوا مع السيد الوزير مهدي بن سعيد عبر مجموعة من القنوات لدرجة أنه تقدمنا مشكورين البرلمانيين، تقدمنا بمجموعة من الأسئلة الكتابية للسيد وزير الشباب والرياضة، كانت حلول ولكن هذه الحلول عام ونص وحنا كننتظروا، ما كاينش كانت وعود عفوا، ولكن عام ونص ما كانش واحد الحلول ناجعة، مازال الأمور هي كيف ما هي. أطور صراحة تعرضت لضغط نفسي رهيب مدة ديال سنة ونصف. اليوم احنا كنا موظفين الهم ديالنا الواحد هو ذاك الراتب الشهري، ما عندناش مشكل، ما غاديش نجيو اليوم وغادي نوقفوا وغنتحملوا عناء الطريق، غادي نجلسوا وغنعسوا ونقولوا احنا الصالير ديالنا راه دايز سواء مع وزارة الثقافة ولا السيد البحري ولا، ولكن حيت احنا شباب عندنا واحد الإرادة وعندنا واحد العزيمة وعندنا واحد الغيرة على هذه البلاد ديالنا، باغيين نشتغلوا انطلاقا من التخصص ديالنا. الى جانب هذا هاد الأطر هادو كانوا كيشتغلوا في مؤسسات شبابية قبل وتحملوا مجموعة من المسؤوليات في برامج وطنية، على سبيل المثال البرنامج الوطني للتخييم. هنا راه معنا رؤساء مراكز مقتصدين عامين اللي الحمد لله بواحد كانوا كيشتغلوا بواحد الحب وواحد الغيرة لهذا القطاع وتنتفاجئوا بهذا النقل التعسفي. كيف ما قلت كنناشدوا السيد وزير الشباب والرياضه السيد المهدي بن سعيد باش يفتح واحد القنوات ديال التواصل مع التنسيقيه والحل العاجل لهذا الملف. حنا راه معاك السيد وزير الشباب والرياضه مع الاستراتيجيه والعمل اللي كتقوموا به داخل وزاره الشباب والثقافه والتواصل، ولكن هذا الملف راه هو غادي يبقى وصمه عار في جبين وزاره الشباب والثقافه والتواصل. العرفي المدير بن سليمان تخصص الشباب، حنا مشينا بالخطا، حنا كنتمسكوا دابا بالمطلب ديالنا حاليا، درنا ملتمسات هذه مده ديال تقريبا واحد 9 شهور، قالنا ديروا ملتمسات باش تحدد الوضعيه ديالكم باش ردوا الملفات ديالكم. في الحين كنتفاجئوا دابا ان دازت واحد المده ما كاينش حتى شي نتيجه. السيد الوزير راه كان عطى وعد في البرلمان باش غيشوف حل ديال الاخوان اللي متمسكين بالقطاع ديالهم، حنا متمسكين ما غادي ما بغيناش نمشيو شي بلاصه اخرى، حنا التخصص ديالنا وخدمنا فيه 32 سنه وتجي في اخر لحظه كتمشي لواحد المنفى ما عارفش منين غادي تبدا. الوقفه ديالنا حنا نتمناو تعطي الثمار ديالنا السيد الوزير ديال الشباب والثقافه والتواصل انه يتجاوب معنا، كنطلبوه وكنلتمسوا منه بحكم الموقع ديالو بحكم مسؤوليته ان وعنده نقص في الموارد البشريه، كيقولوا ما عندهمش موارد بشريه يردنا لبلايصنا، لانه حنا تربينا في هذا القطاع صافي راه بالزول وحضرت هنا منا راه ما يمكنش تمشي لشي بلاصه اخرى. حنا الموقع ديالنا هو هذه الوزاره هذه، ما بغيناش نمشيو لشي بلاصه اخرى، هما صيفطونا بالخطا، دونك هو مطالب حنا تنطلبوا التمسوا من السيد الوزير ديال الشباب انه يصلح لنا هذا الخطا، لان هذا خطا داير يصلحوا لنا بسيط.
وحنا هي 13 حاله ماشي شي حاجه. وحنا مشينا لواحد الميدان لا علاقه لنا معاه، الناس ديال الاختصاص ديالو راه خدامين فيه وخدامين مع انديه وطنيه محترفه كيستافدوا ماديا ومعنويا ما عندهمش اشكال. مي بالنسبه لنا حنا الدومين ديالنا اللي ممكن نستثمروا فيه راه هو في قطاع الشباب والتاطير، والحمد لله خلينا اولادنا راه ربينا اجيال اللي ما رباش غير ربي واحد 12000 ولا 20000 من اللي بدا. يعني الامنيه ديالنا السيد وزير الشباب السيد بن سعيد نلتمس منه ونطالبه ونطلبه هو جميع الكلمات المعبره. حنا كنعانيو دابا حاليا يعني حاله نفسيه مدهوره لانه ما بغيناش نبقاو تما، لانه تنحسوا بالغبن في هذاك القطاع الاخر. ما اخوان ديالنا ربونا وقرينا ولكن هما عندهم اختصاص، مي حنا ما قادينش ندمجوا معاهم في ذاك الاطار ديالهم. اولا نشكر المنبر الاعلامي افاده على تغطيته لهذه الوقفه الاحتجاجيه التي تطالب بعوده الاطر الشباب المنقلين قصرا الى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه الى قطاعهما الاصلي الذي تكونوا فيه والذي يعبر عن كفاياتهم وعن معرفتهم بتسهيل المرافق العمومية التي تهتم بالعمل الجمعوي وبالشباب وليس بالرياضة. نحن موظفو الشباب نقلنا قصرا إلى مجال الرياضة دون اعتماد المقاربة التشاركية أو اعتماد الاختيار، وما فشئ السيد وزير المهدي بن سعيد أن يصرح في منابر رسمية وهو شخصية مسؤولة بإتاحة الاختيار والمحافظة بالأساس على أطر تخصص الشباب على اعتبار أن قطاع الشباب هو الأولى بتخصصات أطره. اليوم نجد أنفسنا في قطاع الرياضة لا يمت لنا بصلة من حيث كفايتنا وتكويننا المهني والأكاديمي. نحن مجموعة من الأطر الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم 13 إطارا يطالبون بصفة رسمية وبتدخل عاجل من السيد المهدي بن سعيد الذي وضعنا له ملتمساتنا في بداية النقل التلقائي لمجموعة من الأطر على أساس أن نحتفظ بوضعيتنا الإدارية والمالية بقطاع الشباب، ولكن الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار وتم نقلنا وأصبحنا ضحايا هذا النقل التلقائي. ومن هذا المنبر أناشد جميع القوى الحية والفاعلة بأن تدعم ملفنا وقضيتنا العادلة، لأننا أطر ذوي تخصص شباب وكفايتنا يجب أن نقدمها بمؤسسات الشباب حتى نضمن السير الجيد والفعالية والنجاعة بمؤسسات الشباب. فنحن نعمل بالشباب وتكوننا في الشباب ويجب أن نظل في الشباب. قطاع الرياضة لن يحتاج لنا ولن يحتاج لتكويننا، بل نحن يحتاجنا قطاع الشباب. اليوم نطالب الكل بأن يدعم ملف قضيتنا. وأختم بقولة تعني الرجل المناسب في المكان المناسب، وهي قولة تندرج ضمن الحكامة. ونحن اليوم في زمن الحكامة وزمن الحرية وزمن الاختيار وزمن العدالة، وهذا ما ينص عليه دستورنا وأيضا ما يناشده النموذج التنموي الجديد. اعطي القوس لباري واعطي الخبز لخبازه، وهما مشان يعنيان أن الرجل في المكان المناسب يعطي ويقدم ويكون له رضا وظيفي، وذلك ينعكس جليا في تدبير المؤسسة. ونحن نريد أن نشتغل بمؤسسة الشباب لأننا تخصصنا شباب وأننا سوف نعطي الكل والكل والكل للشباب. مطالبتنا الرئيسية والأساسية العودة لقطاع الشباب وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.